بالمبدأ كل شيء منيح كله طبيعي وما عندك ولا مشكلة. إمتى بلشت تجربي أنت وجوزك تجيبوا ولد؟ بصراحة ما جربنا، كنت عم باخذ حبوب منع الحمل. لكن مدام ريم بدك تنطري شوي. ما هي المشكلة حكيم، كرمال هيك جيت لعندك بدي أحمل بأسرع وقت وهيدا الشهر. مشكلة إذا ما بكي شيء ما بقدر أعطيكي هرمونز. على القليل لازم تجربي 6 أشهر، أصلاً يمكن تحملي من أول شهر طالما قلتي لي إنك حبلتي قبل. لا لا ما في أنطر 6 أشهر أبداً. إذا هالقد مستعجلة فينا نعمل تلقيح إذا بدك. تلقيح مش واردة لأنه جوزي ضد، ما في حل تاني؟ أمتين وقفتي الحبوب؟ اليوم. لكن بدنا ننطر شوي لوقت الأوبليشن. انت شو عم تعملي هون؟ عم رتب المكتب ستنا مثل العادة. بكفي اطلعي لبرا. الكتب مليانة غبرة بدي شلها. ما بدي اياكي تعملي شي، اطلعي لبرا. حاضر. الباب منى. حاضر. قعدت لي بهالمكتب. شبك هادي؟ شو ولد صغيرة ضل قاعد عندك بالبيت؟ مو قصة ولد يا باسل، تفهمني من شان الله، يعني أنا ما صدقت أنك إجيت استقريت هون بلبنان. حضرتك بدك تقعد لحالك. أخي أنت ومرتك بحاجة خصوصية وأنا هيك برتاح أكثر، فخلص نسالي هالموضوع. طيب أمرك. شو مشان الشغل؟ ولا كمان ناوي تشتغل لحالك؟ ما بعرف، لساتني عم فكر. قصة ما بدها تفكير، أنا بحاجتك. بعدين بالنهاية مين رح يكون حريص على شغلي وشغلك أكثر مني ومنك، فهمني؟ طيب، بس حاجتنا على قصة البيت. ماشي أمرك، أمرك. قلي، توفيت بشي اليوم؟ بالبيت لا، بس بشي تاني يمكن. شي تاني؟ مثل شو؟ خبرني. المهندس اللي كانت عم تفرجيني البيت، ما تسألني كيف وليش ما بعرف. كنت مفكر بعد نور ما رح أحس باتجاه حدا أي شيء. ما بعرف ليش حسيت تجاه هذا الإحساس. يمكن لأن قصتها بتشبه قصتي. ليش شو قصتها؟ خطيبة كمان انتحر. حبيبي شو يا قلبي وينك؟ قاعد أنا أبو البيس بكافيه. حذري شو؟ شو؟ أبو البيس تعرف على وحدة وشكله واقع. أيوة هاي خبرية حلوة. كيف ومين؟ يعني لسه ما استنطقته، لسه عم يحكي لي ما عرفت منه شي. بخبرك بس شوفك. طب يلا بشرفكن تعو، أنا كمان بدي أعرف تفاصيل، ناطرتكن. طيب يلا بخبرك بس شوفك. أوكي باي. باي حبيبي باي. انت ما بنحكى شيء قدامك يعني؟ شكله تغير مزاجه على الآخر، صرنا عم نشوف اثنينا. والله أنا من شوي شفت نيابة. لا شو صار؟ ماشي كنت عم نظف الكتب، رتبهم، شيل الغبرة عنهم مثل العادة. فاتت وفعطت فيلي. لا شو بعرفني، تفصل هربي. شفتها حاملة صندوق مثل كأنه هي ما بدها ياني شوفه. صندوق؟ صندوق شو؟